هذا اللي كتبتي اسمه بالحنة وينه هلا؟ ما بعرف ما شفته. طيب أنا رايحة لاقيه وجيبه لهون، ما بطول. إيه؟ رومانسية ما بتجيب كتابة الاسم بس، لازم صاحب الاسم يكون موجود مشان تصير. كيف إجا اسمك على إيدي؟ شو؟ من وين إجيت أنت؟ من برا؟ اشربي مي. مين عمل هيك؟ معقول هو السبب بهالشي؟ لك كيف بده يعمل هيك؟ هو كان برا أساسا، شو رح يصير هلا؟ ما بدك مي؟ ما بدي شي باسمك. شو؟ قصدي ما بدي شي من إيدك. انتي مجنونة شي؟ يلا شربي شربي شربي. جلينا زارش كبه ترى سارش كبه. وقاعدة هون عم تاكلي حلو. انتي مريضة سكر نسيتي؟ ما بتخافي على حالك؟ بس اكيد في حدا ورا هالشي، وإلا كيف اسم أبي إن بينرسم على ايدي؟ اذا شاف هالاسم هلا رح يصير مشكلة كبيرة. لك مو مشكلة، اكيد رح يصير اعصار. خلص خلصت. كنتي عم تسمعيني؟ شو؟ شو عم بيصير معك؟ ما في شي أبداً، أنا منيحة ولا حتى اسمك بهمني. شو؟ لازم روح. استني، كنتي قاعدة وعم تاكلي حلو، لازم تاكلي الفواكه اللي فيها سكر طبيعي. موتي هو يلي رح يكون طبيعي هلا. بالضبط. أنا ما كنت عم لاقي، وهلا لما ما عاد بدي شوفه إجا، شو بدي أعمل هلا؟ سونالي قاعدة بين الناس وصايمة وقاطعة السكر، وانتي قاعدة عم تاكلي حلو يا إشكي؟ ليه؟ رح ينفجر عليك الفستان. كنت عم حاكيها لأنها مريضة سكري مو مشان وزنها، ما كان لازم تحكي معها هيك. هي ما كان لازم تاكل حلو، انت جرحت لها قلبها. وشو أعمل لها؟ أكيد ما رح روح وإلحقها وصالحها، هي زعلت وهي بترضى لحالها. كيف صار اسم أهان على إيدي؟ كيف؟ شو بدي أعمل؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.